السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد. هاد المره غادي نشوفوا كيفاش نفاكتوريزي واحد بولينوم في الاناليز. دونك غادي نحاول ما امكن ندير معكم واحد المثال. في الفيديو السابق درت على القسمه الاقليديه، ولكن كيقول لك ديفيزي على هذه وهذه. دابا هذه غنشوفوا كيفاش كنفاكتوريزي واحد البولينوم. مثلا كيكون السؤال كيقول لك فاكتوريزي واحد البولينوم مثلا اف دو اكس كتساوي اكس دو دوغري مثلا 4 زائد 5 اكس اس 3 زائد 8 اكس او كاري ناقص 2 اكس ناقص 12. مثلا كيقول لك فاكتوريزي ليا هاد البولينوم، يعني غنكتبوها بواحد التعبير معمل واحد تعبير اخر. دونك يعني غادي نفاكتوريزيو هاد البولينوم هادي. اول ايطاب غنديروها هي القسمه الاقليديه، ديجا راه شرحتها معكم في الفيديو اللي سبق. دونك باش نديرو القسمه الاقليديه خصنا الغاسين ديال هاد البولينوم. دونك باش نعرفوا الغاسين ديال هاد البولينوم اش كنديرو، خصنا نعوضو بواحد العدد، خصنا نعوضو واحد العدد وتعطينا صفر. يعني غادي نجربو شنو هو العدد اللي غادي يعطينا صفر في هاد البولينوم هادي. دونك غادي نجربو مثلا عندنا زيرو، نجربو زيرو اف دو زيرو شحال تعطينا. يعني اف دو زيرو صفر 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 غتبقى لنا ناقص 12. دونك زيرو ماشي بول. الا جربنا واحد أس 4 زائد 5 زائد 8 ناقص 2 ناقص 12 هادي تعطينا 6 ناقص 12 13 14 يعني هي هادي تعطينا صفر. دونك اف دو ان غتعطينا هي زيرو. دونك واحد راه غاسين ديال هاد البولينوم هادي. دونك يعني غادي نديفيزيو هاد البولينوم على اكس ناقص واحد ناقص ناقص واحد. يعني غادي نديرو القسمة الأقليدية ديال هاد البولينوم على اكس موان زان. دونك يعني عندنا اكس أس 4 زائد 5 اكس أس 3 زائد 8 اكس أو كاري ناقص 2 اكس ناقص 12. القسمة الأقليدية غادي نديروها على اكس ناقص واحد. كما شرحت هاد في الفيديو اللي سبق بلي دونك القسمه الاقليديه عندنا هنايا اكس اس 4، يعني غادي نقسم غادي نضربو هنايا في اكس اس 3 يعني تعطينا اكس اس 3 فوا اكس يعني هي اكس اس 4. اكس فوا اكس اس 3 ناقص واحد يعني ناقص اكس اس 3 هنايا ناقص. دونك اكس اس 4 ناقص اكس اس 4 كتعطينا صفر. 5 اكس اس 3 ناقص ناقص يعني زائد تعطينا زائد 6 اكس اس 3 وغنهبطوا هذا الشيء كامل. 8 اكس او كاري ناقص 2 اكس ناقص 12. دابا هنايا عندنا 6 اكس اس 3 هنا اكس يعني غادي نضربو في زائد 6 اكس او كاري باش تعطينا 6 اكس اس 3 ناقص 6 فوا ناقص 1 هي ناقص 6 اكس او كاري. هادي مع هادي غتعطينا صفر. 8 ناقص مع ناقص غتعطينا زائد 14 اكس او كاري ناقص دونك غنهبطو هادشي ناقص 2 اكس ناقص 12. نفس الشيء باش غادي تعطينا 14 دونك غنضربو هنايا نزيدو 14 اكس 14 اكس فوا اكس يعني تعطينا هي 14 اكس او كاري ناقص 14 اكس ناقص هادي تعطينا صفر وناقص 2 ناقص 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 14 هي غتعطينا زائد 12 اكس وناقص 12. باش نحصلوا على 12 اكس يعني غادي نديرو زائد هنايا زائد 12 يعني 12 في اكس غتعطينا هي 12 اكس ناقص 12 هادي هادي صفر ناقص 12 مع زائد 12 غتعطينا 0. دونك هاد البولينوم هاد اف دو اكس
اش كتساوي لينا؟ هي اكس اس 3 زائد 6 اكس او كاري زائد 14 اكس زائد 12 عامل لي اكس موانزا زائد لوغيس اللي هو 0. كما كتشوفوا مازال عندنا الدوغري 3، يعني خصنا عاوتاني نفاكتوريزيو هاد الدوغري 3. دونك غادي نشدو هاد البولينوم ديالنا كيف ديما. دونك غادي نشوفو هادي مزيان. دابا هادي غنشدو هاد البولينوم عاوتاني، غادي نديرو لها نشوفو الغاصين ديالها، غنجربو شنو هو الغاص شنو هو الغاصين ديال هاد البولينوم. الا جربنا بصفر صفر 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 بقات ماشي، يعني صفر ماشي غاصين، واحد غتعطينا واحد، واحد هنا الزائد يعني ما غاديش تعطينا. دونك غادي نجربو ناقص واحد، جربنا ناقص واحد تعطينا ناقص واحد، زائد 6 ناقص 14 زائد 12 يعني هادي ناقص واحد ناقص 14 هي ناقص 13. دونك ما تعطيناش 0. نجربو ناقص 2، غتعطينا هنايا ناقص 2، 2 اس 2 هي تعطينا 4 في 6 هي هادي، دونك 14 غتمشي مع هادي غتبقى لينا صفر. دونك اف دو موان دو كتساوي زيرو، يعني ناقص دو هو الغاصين ديال هاد البولينوم. دونك باش نحددو علاش غادي نديرو القسمة، دونك عندنا اكس ناقص الغاصين ديال البولينوم ناقص دو، يعني غادي نفاكتوريزيو على اكس زائد، غنقسمو على اكس زائد جوج. فتما تكونو فهمتو كيفاش كنلقى هاد الغاصين. دونك غادي نشدو عاوتاني دابا هاد البولينوم ديال دوغري 3 اكس 3 زائد 6 اكس او كاري زائد 14 اكس زائد 12 نقسموها على اكس زائد 2. دونك اكس اس 3 يعني اكس او كاري باش تعطينا هنا اكس اس 3 زائد 2 اكس او كاري، هنايا ناقص هادي مع هادي صفر، 6 ناقص 2 غتعطينا زائد 4 اكس او كاري، نهبطو الفوق زائد 14 اكس زائد 12 زائد دونك زائد 4 اكس تعطينا 4 اكس او كاري، 4 في 2 هي 8 زائد 8 اكس ناقص هنا صفر 14، 14 نقص منها 8 يعني 5 4 5 6 يعني 6 اكس زائد 12. دونك غادي نديرو هنا زائد 6، 6 في 2 يعني تعطينا 6 اكس، 6 في اكس هي 6 اكس، 6 في 2 يعني غتعطينا هي زائد 12. الا درنا ناقص هادي تعطينا 0. دونك هاد البولينوم عاوتاني يمكن لينا نكتبو هادي هي اكس او كاري زائد 4 اكس زائد 6 في اكس زائد 2. دونك غادي نجيو لداك التعبير اللي لقينا قبل ديال هذا. دونك غادي نعوضو، غنعوضو دونك دابا اف دو اكس، دونك اف دو اكس اش كتساوي لينا؟ هي اكس زائد اكس ناقص واحد بول الغاصين الاول. دابا غادي نعوضو ديك البولينوم اللي درنا لها، يعني هي اكس زائد 2 عامل لي اكس او كاري زائد 4 اكس زائد 6. مزيان دابا دونك عطاتنا عاوتاني بولينوم دو دوغري 2، هاد البولينوم دوغري 2 دونك كنحسبو ليها دلتا، دلتا شوف واش عندها غاصين، يعني 4 او كاري راه 16 و ناقص 4 فوا ا فوا سي اللي هي 4 فوا 1 فوا 6 غتعطينا هي 16 ناقص 24 هي ناقص 8 دونك اصغر من 0. دونك هاد البولينوم ما عندهاش الغاصين، دونك يعني غادي تبقى لينا البولينوم ديالنا الفاكتوريزاسيون ديالها غتبقى هي هادي اف دو اكس كتساوي اكس ناقص 1
عامل اكس زائد 2 عامل اكس او كاري زائد 4 اكس زائد 6. مهم هذا الفيديو على كومون فاكتوريزي ان بولينوم. الناس ديال الاناليز. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذه الحصه وشكرا. وما تنساوش ديروا كومونتير والبارطاج وابوناو فلاشين باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. وشكرا. بون كوراج.